إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم من داخل وخارج هذا الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في ملعب القرب النادي الحال لكرة القدم، هذا الملعب اللي دائما كيحتضن الأفارقة اللي كيبغيو يجريو مقابلة في كرة القدم، وكيستهويهم هذا الملعب هذا لأنه الأرضية والعشب الاصطناعي في المستوى، لهذا فكتلقى دائما كيجريو مقابلات في كرة القدم ولكن بطابع الندية. دائما هادو هما اللقاءات ديالهم. لاحظوا معايا اللمسة الإفريقية حاضرة، كنعرفوا بأنه لاعبي الأفارقة فاللمسة الفنية كتكون حاضرة دائما، فكنتمنى أنكم تقضيو معنا واحد اللحظات جميلة في خلال هذا اللقاء هذا. يعني اللاعبين كلهم أفارقة، أظن أنها ضربة خطأ، يعني كاين نقاش حول ضربة خطأ. يعني هذا الفريق كيلبس الزي ديال الانتر ميلون، لاحظوا، والفريق الآخر كيلعب بالزي الأبيض، باقي ما حددتش بطبيعة الحال، مكتوبة فيه السنغال، بل هي أغلب ديال التونيات. المهم فريق لعب بالزي الابيض وفريق لعب بالزي ديال فريق انتر ميلون الايطالي. يعني اللعب رغم انه مقابله وديه ولكن الجميل في هذه اللقاءات هذو كتلقاها لقاءات كتحمل طابع ديال النديه وكانك لعب على شي حاجة رسمية، هذا هو اللي كيعطي واحد الخصوصية واحد الطابع لهاد اللقاءات ديال الأشقاء الأفارقة. اللي كنذكر مرة أخرى بأنهم الحمد لله كيجيو هنا المغرب كيلقاو الأمور ولله الحمد، استقرار الأمن والأمان ولله الحمد، هذه أرض الشرفاء الحمد لله. الدليل هو انه حاليا لاحظوا اللمسه ولكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع كره الى الركنيه، ركنيه لصالح الفريق الابيض، احد اللاعبين في تنفيذ ضربه ركنيه سيقوم بالتنفيذ مباشره الى معترك المرمى. لن تنفذ لكن تدخل الدفاع، كرة دائما عند الفريق الأزرق باش ما نطولوش ونعطو إشهار لأنتر ميلون مع احترامنا لهذا الفريق هذا. إذن ضربة خطأ، إذن محاولة لكن إذن تمر بردا وسلاما على الفريق الأزرق، كرة عند حارس المرمى، حارس المرمى إلى مباشرة الدفاع، الدفاع يمررها إلى الهجوم. إذن جميلة جدا ولكن محاولة كانت جميلة جدا، طريقة ديال تحضير الكرة كانت جميلة، كرة مباشرة اللاعب مررها مباشره للزميل ديالو في الهجوم لكن الكره تمر بمحاذاه المرمى. إذن الكره للفريق الابيض، لاحظوا التمريره جميله لكن تدخل الدفاع. إذن لاحظوا هدف
هدف جميل جدا للفريق الابيض، يشبه ساديو ماني اللاعب هذا، لاعب اللي سجل هدف، لاحظوا معايا يشبه ساديو ماني، والله العظيم لاحظوا لاعب في شبه كبير من ساديو ماني، هذا اللاعب اللي كتشوفوا معي الان هو اللي سجل الهدف. تمريرة جميلة كانت في العمق، ولكن المدافع فطن لهذه التمريرة هذه، إذا ضربة خطأ، ضربة خطأ كما قلت، تدخلات قوية شوية، ولكن في إطار الروح الرياضية، في إطار لقاء. يا رجل يا 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 رجل. إذا ضربة خطأ. إذا لقاء ممتع خصوصا هذه الأجواء هذه والأضواء الكاشفة اللي في المستوى، لاحظوا معايا أرضية الملعب كتبها بشكل جميل بزاف، وكأنك تتحدث على شيء ما شاء الله، اللهم بارك، يعني كل ظروف مهيئة لممارسة مقابلة في كرة القدم، شهونا في شي ماتش هنا. إذا ضربة خطأ ستنفذ للفريق الأبيض، تنفذ بسرعة، لاحظوا تدخلت، يعني صراحة لا أفهم شيء، أنا فهمت هو كنفهم لغة ديال الكرة، لغة الكرة كيفهمها كل شيء، لاحظوا. إذا هاد الأجواء الجميلة غادي نخليكم عليها ونخلي هاد الناس هادو تاهما كذلك يجريو هاد المقابلة، وكنقول لهم مرحبا بكم في المغرب، وتحية تحية 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 كبيرة لنادي الرحال لكرة القدم، صراحة اللي خلى هاد الناس تاهما صبحوا كيعشقوا هاد المنطقة ديال المدينة القديمة، يعني مثل هاد تبارك الله اللهم بارك، التجهيزات، هذه الأرضية، الإضاءة، محاولة كانت خطيرة ولكن تدخل الحارس، كما قلت الإضاءة، أرضية جميلة، كل الظروف مهيئة، يعني كتسمح وكتخلي الإنسان أنه كيتمنى أنه يلعب لقاء في كرة القدم. إذا باش ما نطولش عليكم غادي نقول لكم تصبحون على خير وتصبحون على واقع أجمل، كنبغيكم بزاف بزاف، السلام عليكم، أخليكم على التصوير هذه وغادي نودعكم.